المنتج الكبير جمال العدل، بنرحب بيك في القاهرة 24. سيزون رمضان كان داخل السنة دي ثلاث مسلسلات، كل واحد حقق نجاح مختلف عن التاني، فعايزة حضرتك تكلمني عن الثلاث مسلسلات، كل تجربة وكل واحد واخد نوع معين من الدراما. الأول أنا اللي برحب بيكي وأنا نسامة ورين. هو عادة أنا بشتغل وفق يعني رؤية في دماغي، يعني مثلا كنت زمان بعمل 3-4 مسلسلات أعرضهم على دي ام سي أو على سي بي سي زمان، كمان كنت بقى بعمل حساب إن في واحد يبقى كوميدي، واحد يبقى مثلا اجتماعي كذا، واحد يبقى كذا. فأنا غصب عني لغاية دلوقتي ماشي بهذا السيستم لغاية دلوقتي، رغم إن المسلسلات ما عادتش كلها بتتعرض على محطة واحدة. فعملت لنيلي مسلسل صعيدي، وده أول مرة أنا شخصيا عملت ده، تاني مسلسل بعد سيدنا السيد، بس أول مرة نيلي الصعيدي، أول مرة المتحف العدل الصعيدي، أول مرة المندو العدل الصعيدي، وناس كتير. فهو وطعم بالنسبة لي أنا جديد. ده أكتر مسلسل تعبني وأرهقني، لأنه تطلب عشان يبقى حقيقي انه نبني له ديكور ضخم جدا، ديكور النجع ده انا اكلمك عليه بقى، وفين اخترناه وليه وقصه طويله. يسرى عملت كوميدي لتاني سنه، وانا ما كانش دي رغبتي بصراحه، لانه عامله كوميدي السنه اللي فاتت في احلام سعيده كان لايت كوميدي، هي حبت السنه دي يعني يبقى فارس، ومع ان انا لا اميل الى هذا النوع من الكوميديا، انا احب الكوميديا الموقف اكتر، لا زي ميت وش، زي احلام سعيده، زي فعملوه نجع بقى. يعني ديكور النجع في عملة نادرة ديكور ضخم قوي، يعني لا ده استاذ مندو انا تصدقت ان هو فعلا، لا ده هو في السعيد دي حقيقة، ده صحيح، لا ده احنا ديكور ويسأل على ده استاذ جميل، ده صحيح. كلمني بقى عن الضخم الانتاج زي ده. هو بص حضرتك، يعني لو حسبتيها ان احنا ناخد الممثلين الكتير قوي دول القرود ده، عشان يبقى المتابع بتاعك عارف، يعني متوسط عدده من 150 ل 200 واحد، دول ثابتين، بيجي عليهم بقى المجاميع والناس، وده ممكن يوصلوا 500 ل 1000. عشان تاخد العدد المرعب الكبير قوي ده تعملوا له اقامه في قنا او في سواج، ويقعد ويبات وياكل ويشرب، ويبعدوا عن ولادهم ويبعدوا عن اعمالهم، حاجه في منتهى الصعوبه. فكان لابد ان انت تبني ديكور كبير زي وقت الغروب، زي حاره اليهود، زي سجن النساء. انا الشركه بتاعتي يعني مش دي اول مره ابني ديكور ضخم كده، انا بنيت ديكورات كبيره جدا بين السرايات، كنت بانيه على 5 فدادين. فده اللي اقصده، ان ده يعني حاجه من سمه من سمات الشركه، وهو اللي اختار طبعا الموقع ده المخرج مندو العدل، واختاره عشان الترعه الموجوده دي عشان تبدو انها نهر النيل، ويضع مش كده خالص، وبعنينا مراكب وعملنا كل ده، لان الجزء احنا بنعمل ايه اصلا؟ انا عايزك وانت بتتفرجي تصدقيني، فاذا ما صدقتنيش يبقى مفيش مسلسل ايا كان اللي هقدمهولك. يعني لو هقدم لك مثلا اكشن، لو الاكشن بتفرج انا بقى ساعات على مسلسلات مصري بيعملوا اكشن امريكاني، هل احنا بنعمل كده؟ لا، يبقى ده ما هوش بتاعنا انا بالنسبه لي. فانا عايزك تصدقيني، سواء بعمل كوميدي او تراجيدي او زي ما يبقى. فهو عشان نصدق عملنا القصه الجباره دي، وللاسف الشديد قبل ما نصور بيومين اتحرق ديكور جمال سليمان ده كله كاملا، النجع ده كله، لا مش النجع، القصر بتاع جمال سليمان اللي هو الديكور الرئيسي بتاع المسلسل. فقعدنا بناؤه من اول وجديد، واكسسواره وفرشه ده من اول وجديد. فانما الحمد لله، اما يعني اما بتلاقي في الاخر في نجاح حاصل، انت بترتاحي ان اللي قدمتيه لها قبول عند الناس. يعني انا كمان عايز اسال حضرتك عن المسلسل عمله نادره ده بالذات، يعني كان في حاجات جديده، احمد عيد عودته معاه، ده مندو العدل. مندو العدل، انا عايز اقول لك المسلسل ده على بعضه بالامانه مندو العدل. يعني انا كل سنه دلوقتي بعمل 3-4 مسلسلات، فمثلا فاتن امل حرب السنه اللي فاتت هي فكرته، انا بعمل الاطار الكبير، اوافق على ديكور ضخم زي ده بتاع عمله نادره، اوافق ان انا اجيب الممثل فلان، مثلا ممكن اقول لك انا معايا نيللي كريم وجمال سليمان كفايه، لا ده انا جايب كمال ابو ريا، لا ده انا جايب احمد عيد، لا انا